بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم ولقاء جديد من داء ودواء. سعدنا نكون ضيفنا الدائم هو البروفيسور العالم الأستاذ دكتور عبد الباسط سيد، أستاذ التحاليل الطبية بالمركز القومي للبحوث وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأستاذ الطب التكميلي بمصر. برحب بك يا دكتور. يا مرحبا. برحب بكل مشاهدينا، وأقول في البداية النهاردة هنتكلم عن الأملاح وتأثيرها على الجسم بالسلب، وعايزين نقول كيفية تفادي الأملاح وإيه المقابل للأملاح اللي نقدر نستعيض عن الأملاح بيه. كل ده هنتكلم النهاردة في هذه الحلقة، والأملاح ماذا تفعل وعواقب الأملاح ومدمني الترشي والحوادق وما شابه ذلك. كل ده إن شاء الله هنتكلم فيه في هذه الحلقة بإذن الله. أرقام تليفوناتنا هتظهر دلوقتي على الشاشة بحيث إن احنا نتواصل مع بعض. قبل ما أبدأ حلقتي عايز أقول إن احنا في البداية طبعا بننبه من محمد الفارع أو محمد إبراهيم أيا كان الاسم المتداول في المملكة العربية السعودية، وهو ما من يقول عن نفسه انه وكيلا للبروفيسور العالم الاستاذ الدكتور عبد الباسط السيد او شركه رودي وسلمى القائمه على اعمال الاستاذ الدكتور عبد الباسط السيد. عايز اقول ان هو نزل عرض في العيد القومي للمملكه العربيه السعوديه، وهنشوف دلوقتي في حواه منزل صوره الاستاذ الدكتور عبد الباسط السيد وبيقول هتاخد منتج، تاخد الواحده عليه، تاخد واحده عليه هديه. نقدر نقول الاوفر والاوكازيونات و50% خصم و100% والكلام اللي احنا عارفينه ده، ولكن على اشياء قد تضر الناس او اكيد انها هتضر الناس، على شغل او افعال نقدر نقول يقصد بها التدليس والكذب على الناس، عافانا الله واياكم. عايز كل واحد بيشوفنا النهارده في المملكه العربيه السعوديه يحاول ان هو ينبه من هذا الموضوع، لان فعلا اكيد هيبقى ليه ثواب في هذا الموضوع. عايز كمان مخرجنا باذن الله في اثناء الحلقه هنعرض بالظبط هو كان كاتب ايه ومنزل ايه ومنزل صوره الاستاذ الدكتور عبد الباسط السيد ليه. نرجع تاني لموضوعنا النهارده ونتكلم عن الاملاح، الاملاح وعواقب الاملاح. في البدايه عايزين نعرف ما هي الاملاح، ايه الاشياء اللي احنا بنستخدمها كثيرا تسبب املاح، وبعد كده نعرف عواقب الاملاح. دكتور في البدايه عايزين يعني نتعلم من علم حضرتك ونعرف في البدايه مكونات الملح، ولماذا نقدر نقول الملح كثره الملح او كثره الاملاح تعمل نوع من انواع المشاكل في الجسم وتعمل تفاقم لو احنا نسينا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى فضله بعد عدله وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة في شيء غريب جدا، إن احنا يعني لينا تقريبا 3 4 شهور عاملين ننبه يا جماعه ما حدش ليه دعوه بمحمد ابراهيم او محمد ابراهيم الفارع، واني انا مش مسؤول عن جميع منتجاته، وما زال هو مصر انه يقدم صورتي وتحت اشرافي وكلام زي ده. مش عارف الناس دي وصلت درجه لايه، الغش في الناس والتدليس على الناس وما الى غير ذلك. طبعا بادئ دي بدء، احنا يعني بنهنئ الاخوه السعوديين والمملكه العربيه السعوديه بالعيد القومي. نعم. وده تهنئة واجبة، والحقيقة يعني المملكة العربية السعودية إن شاء الله نتمنى لها كقطر شقيق دائما هتبقى فيه العلي والارتفاع إن شاء الله، وهي كذلك يعني. نعم نعم. هذه واحدة. الثانية بالنسبة للأملاح يا أستاذ عمر، إحنا نقصد الأملاح ككل. يعني بعض الناس يفكروا إن الملح بس هو ملح الطعام. لا، في أملاح كتيرة جدا جدا بتتوجد. يعني مثلا أديك مثال، اللي بيعمل ريجيم معروف ان الطماطم بتحتوي على كميات كبيره جدا من الاملاح، حتى الطماطم الطازجه، واخد بال حضرتك؟ في مثلا حاجات كتيره جدا تحتوي على كميات. طب هنا عايز اسال سؤال في البدايه كده، لو احنا قلنا الامر زي ما حضرتك قلت دلوقتي الطماطم فيها املاح كثيره، طب حضرتك دايما بتنصحنا بطبق السلطه، طبق السلطه لا يستغني عن الطماطم. لا، بص بيعملوا بقى الناس بيجيبوا الطماطم اللي ما فيهاش بذر، يعني بيخلي البذر يبقى بعيد عشان هو ده اللي بيحتوي على كميه كبيره جدا من الاملاح. طب الناس اللي ما معهاش او ما تعرفش فين الطماطم اللي من غير بذر؟ لا، في طماطم اساسا بيشيل البذر هو بصرف النظر عنها. هو بيقطع بيشيل البذر. طيب عايز اقول هنا الاملاح تتعارض مع الرجيم في ايه؟ بتخلي الجسم يحتفظ بكميات من المي. بتخلي الجسم يحتفظ بكميات من المي، ده نمره واحد. نمره اتنين، في نقطه تهمه تاني. في املاح زي املاح اليوريك اسيد او حمض البوليك اللي بيتوجد نتيجه الخطا في التمثيل الغذائي للاحماض النوويه، القواعد النيتروجينيه للاحماض النوويه.
كلمه احماض نوويه يعني مش برنامج نووي والكلام ده، الاحماض اللي موجوده في انويه الخلايا. في بعض القواعد النيتروجينيه بتاعتها بتدينا يعني خطا في التمثيل الغذائي يؤدي الى تراكم اللوريك اسيد، وتراكم اللوريك اسيد بيؤدي الى ما يسمى بالنقرس. في بعض الاملاح بتترسب في الكعب بتاع الرجل، ودي املاح عظم، واملاح العظم اللي بيسموها كالسيوم ابيتايت، كالسيوم ابيتايت املاح العظم، وتترسب في المهماز لان الانسان وهو بيركز رجله كده بتبقى فيه قاعده مثلث، راس المثلث عند الصبع الكبير وقاعده المثلث عند الكعب بتاع الرجل. تمام. الكعب بتاع الرجل ده احيانا بيبقى توجد فيه مهماز، المهماز يترسب فيه كالسيوم ابيتايت يعمل زي المسمار، يعمل زي الكعب كده، وبصفه مستديمه بتعمل مشكله كبيره جدا في الحاجات اللي زي كده. تمام. طيب احنا هنا عايزين نقول ان كثير مننا لا يستغنى عن الاملاح خصوصا باشكالها، سواء بقى لا تستغنى عن الاملاح، بس هو في احنا قاعده دلوقتي بقت معموله في العالم كله، قلل ملح الطعام على قد ما تقدر، لدرجه انك قالوا الاحتياجات اليوميه بتاعت الواحد 6.5 جرام رجعوا قالوا 2 جرام، وقال لك الصعيد عن هذا الكلام بالبهارات، لان كل انواع البهارات ذات الرائحه الكويسه عباره عن استرات، والاسترات مركبات يعني عضويه، والمركبات العضويه ليها فايده كبيره جدا للجسم. يعني حتى الشطه لو انت اكلتها ليها فايده للجسم، بس مش كم. لو كلت كميه كبيره منها تعمل التهاب في المطران الغليظ. انما كم صغير جدا، ولذلك كانوا بره بيقول لك احنا ما بنستحملش الشطه فبيستخدموا الخردل، على اعتبار الخردل حريف. ماشي؟ طيب بعد كده كميه التوابل اللي انت بتعملها، كل انواع التوابل اللي بتبقى موجوده ليه التوابل مهمه جدا؟ لان التوابل عباره عن منتجات اشجار، هي عباره عن اللحاء بتاع اشجار، يعني القرفه لحاء شجر. خد بال حضرتك، الجنزبيل نبات. برضه كده هتجد كل انواع البهارات كلها عبارة عن ايه؟ مأخوذة من النباتات. طب هنقف عند نقطة البهارات، وعايز برضو زي ما وعدتكم في بداية الحلقة ان احنا نعرض محمد ابراهيم الفارع اللي بيقول ويدعي ان هو وكيل شركة رودي وسلمى والبروفيسور عبد الباسط السيد في المملكة العربية السعودية، شكل الاعلان عامل ازاي؟ الاوفر عامله ازاي لاهل بلده، اهل المملكة العربية السعودية؟ يا ريت مخرجنا الاستاذ محمد اسامة يورينا كده، زي ما احنا شايفين دلوقتي دي صور وعلب المنتجات، وخد واحده وعليها واحده هديه، وبنلاقي صوره الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد برضو موجوده، وزي ما احنا شايفين مصور المنتجات فقط لا غير كعلب خارجيه، لكن ما بنشوفش المحتوى، ما بنتكلمش في المحتوى، ما بنلاقيش العلب دي تحتوي على كتابات بتفاصيل المنتج زي ما احنا شايفين كده العرض. وفي نفس الوقت في النهايه بعد العرض ده في النهايه بينزل صوره الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد وبيقول كل هذه المنتجات تحت رعاية أستاذ دكتور عبد الباسط السيد اللي هو أساسا منه بريء. فعايز أقول كل أهل المملكة العربية السعودية يحاولوا أن هم ينبهوا كل الإخوة في المملكة العربية السعودية من محمد إبراهيم الفارع أو محمد إبراهيم أيا كان الاسم الذي يشتهر به في المملكة العربية السعودية، أنه ليس وكيلا لشركة رودي وسلمى والبروفيسور العالم أستاذ دكتور عبد الباسط السيد. الوكيل بتاعنا عبارة عن مين؟ نعم، درة الأفنان. والمنتجات بتاعتنا دلوقتي الجيل الثالث، يعني هو بيدعي ان بعض المنتجات اللي كانت احنا كانت قديمه عندنا، لا المنتجات القديمه كلها انتهت تماما من السوق، واحنا عدنا، يمكن لو المشاهدين فاكرين ان احنا عدنا فتره يا استاذ عمر بنقول لسه المنتجات بتاعتنا هتطلع، لحد المنتجات ما طلعت واعلنا عنها، مش كده ولا ايه؟ وقلنا ان دي تعتبر كمان استعدنا عندها بحلقات معاده علشان خاطر المشاهد لا يرى الا الواقع والحقيقه. بالظبط. يعني احنا قعدنا فتره طويله جدا ابتداء من قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان، لا ما بقول كل المنتجات لسه بتنزل، كنا لسه كانت في دور التصنيع وكانت في دور الكواليتي كنترول اللي هي اختبارات الجوده، بس انما كل اللي بينتج كل اللي بيتعمل ده نوع من انواع الغش والتدليس، والمبدا هو دلوقتي خلاص بقى في مبدا غريب جدا عند الناس، سواء كان ايه كله يدعي، يعني تلقى الناس بتصلي كويس جدا 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 وبتعبد ربنا كويس جدا جدا، بس هذه نقره وتلك اخرى، انه يغش ويدلس. كمان شدني جدا ان احنا في قبل ما نبدا هذه الحلقه بنتكلم يعني مع الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد، بنقول له ان في كذا كذا حصل في السعوديه، قال والله انا ما اعرف الكلام ده، طب فين؟ انا حابب اشوف الشكل، حابب اشوف المنشور كان ازاي، او العرض او البروشور كان ازاي.
فانا عايز اقول ان يعني قمه الكذب ان احنا نكذب على اهل بلدتنا، اهل عمومتنا، في موضوع قد يضر بالشخص اللي هياخده، لان احنا عايزين نقول ان المنتج لو ما كانش منتج طبيعي تحت اشراف علمي صحيح وشركه محترمه نعرف فين مكانها، اكيد ان احنا لا نأتمن نفسنا ان احنا نحط على جسمنا اي حاجه مش لها مصدر او مجهوله المصدر او ليس لها اي مكان. نرجع تاني يا دكتور نتكلم. بص كنا بقى عمليه الاملاح ده يا استاذ عمر، حتى الدواء الغربي بالنسبه للنخرس، الدواء الغربي بالنسبه يعني انا عايز اقول هنا النخرس في البدايه في كثير من المشاهدين ما يعرفوش يعني كيف يحدث مرض النخرس. بص حضرتك، هو النخرس عباره عن ايه؟ خطا في التمثيل الغذائي للقواعد النيترو، احدى القواعد النيتروجينيه المكونه للاحماض النوويه. في قاعده نيتروجينيه اسمها بيورين، منها الجوانيدين بالذات، ده التمثيل الغذائي، بيتم تمثيل غذائي بالنسبه للجسم. تمام. التمثيل الغذائي بيدي زنسين والزنسين يدي يوريك اسيد. ايوه. بين الاثنين في حاله اتزان، يعني في انزيم رايح وفي انزيم جاي. لما يبقى في انزيم رايح وفي انزيم جاي بالايه، معروف رب العزه سبحانه وتعالى عمل هذا التقنيه او عمل هذه التمثيل الغذائي بحيث ان يتوجد اتزان. ان الانزيم اللي رايح والانزيم اللي جاي، معناها ان لو زاد اليمين، واخد بالك، اللي ايه بقى في هذه الحاله الانزيم يزود شويه. ايوه. بحيث ان الاثنين يوجدوا الاتزان. نعم. ودايما رب العزه سبحانه وتعالى جعل هذه التمثيل الغذائي موجود في الجسم. يعني اي شيء يؤدي الى اي شيء تاني ممكن يتراكم في الجسم ويؤدي الى مرض، رب العزه عامله في اتزان. نعم. بحيث في انزيم رايح وفي انزيم جاي. لو الزنسين زاد يتحول يوريك اسيد. لو اليوريك اسيد زاد يتحول ايه، يرجع تاني الى ايه؟ الى زنسين. طيب هنا 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 الخلل، نقدر الخلل الانزيم بقى ازاي نعمل نوع من انواع الوقايه من مرض النقرس او ما شابه؟ بص حضرتك، بص، جميع الدواء الغربي يشفي العرض ولا يشفي المرض. كيفيه نقدر نقول قبل ما نقول مرض، كيفيه الحمايه، كيفيه الوقايه اللي دايما هو دايما يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ده خطا في التمثيل الغذائي، يبقى لازم نصلح التمثيل الغذائي. بص ده بيجي ازاي؟ بص يا استاذ عمر، هتجد اتنين عايشين في بيت واحد وبياكلوا نفس الاكل، ممكن بالظبط واحد يحصل عنده نقرس واحد ما يحصلش عنده، واحد عنده حصل خلل في التمثيل الغذائي واحد ما حصلش خلل في التمثيل الغذائي. فالطب الغربي بيعتمد على ايه؟ بص بقى بيقول لك ايه، انا جبت الزنسين اللي هثبط الانزيم اللي بيودي من الزنسين اللي يوريك اثبطه، واقول لك ما تاكلش لحمه كتير وما تاكلش فول. طيب ده كل انويه الخليه فيها، كل انويه الخلايا فيها، بس في نسبه عاليه فين؟ في اللحوم الحمراء، ونسبه عاليه مثلا في البقوليات. فيقول لك ما تاكلش دول. طب انا هقعد لحد امتى ما اكلش دول؟ وهقعد لحد امتى اخد مركب الكولشيسين الغربي؟ فاللي حصل بقى ان احنا لقينا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع عن سيدنا الامام عمر، عمر بن الخطاب رضي الله، مرفوع عن سيدنا الامام علي كرم الله وجهه، بيقول لو قلت ان فاكهه من الجنه لقلت انها التين، كل لان فاكهه الجنه بلا عجم، يعني بلا بذور، كل التين فانه يرفع البواسير ويذهب داء الملوك. فجربنا ورق التين او التين نفسه الثمره، فلقيناها بتصلح الخطا في التمثيل الغذائي. نعم. ده نمره واحد. ووجدنا برضو الشمر والحبه السوداء، ولذلك عندنا تركيبه اسمها تركيبه الاملاح دلوقتي بتشيل الكلام ده. وبص يا استاذ عمر، احيانا كتير جدا كميه الاملاح اللي بتبقى موجوده، ان حضرتك مثلا بتشتغل، ودلوقتي بقت الناس كلها طبيعتها كده، يصحى الصبح تلاقي لابس الحذاء وطول النهار بره في الشغل، ده حقيقي. لما يروح بالليل يقلع الحذاء تلقى رجليه بقت زي البلاطه السخنه، وده عدد كبير جدا من الناس كده، وخاصه بعد سن الأربعين. وفي عدد تاني كبير جدا من الناس اللي هم عندهم بريفرال نورايتس، التهاب في الاعصاب الطرفيه، زي مرضى السكر. كل الناس دي لما تيجي يقول لك انا رجلي زي البلاطه السخنه، تركيبه الاملاح اللي عندنا في ثلاث ايام تنهي الكلام ده. تنهيها يعني تنهي العرض، يعني بدل التركيبه السخنه او البلاطه السخنه تنتهي وتبدا الامور تتلطف لاسباب. تخيل انك انت نايم على السرير ورجليك زي البلاطه السخنه، واحنا قلنا لما الرجلين تبقى زي البلاطه السخنه الانسان يبقى، طب تحطها في المايه البارده مش نافع، ان ايه؟ دبابيس من جوه شغاله، الدبابيس وهي كميه الاملاح اللي موجوده في الاطراف، واخد بال حضرتك؟ عشان كده عملنا التركيبه احنا اللي موجوده عندنا، تركيبه الاملاح، على فكره هي ليها دول افكت، يعني تاثير مزدوج.
بتقلل الاملاح دي نمره واحد، وبتاخد الاملاح تذوبها وتخليها في صوره ذائبه. شوف بقى كل الاحماض بتدوب في الميه ما عدا اليوريك اسيد ما بيدوبش. اليوريك اسيد كريستال. تعرف الكريستال دي مشكلتها فين؟ بتتكون في المفاصل. ولو الكريستال دي ابتدت تزيد او البلوره دي ابتدت تزيد في المفصل ممكن تتلف المفصل تماما. وعشان كده تلقى الصبع الكبير ايه؟ يوقف الصبح. وهو لابس الجزمه يوقف. وبعدين تجد فيه تعب في كل المفاصل بتاعت الجسم. قصد حضرتك يقف هنا ان هو بيحدث فيه نوع من انواع التصلب. ايوه تصلب. والتصلب ده نتيجه وجود بلورات. نعم. طيب نيجي نقول حاجه في منتهى الاهميه. خلطه الاملاح عندنا قلت لك ليها دول افكت يعني تاثير متزاوج. بتقلل الدهون وتقلل الاملاح. تمام. ليه بقى؟ لان احنا عاملينها تركيبه ظريفه جدا جدا بحيث بقول لحضرتك لدرجه ان احنا انا اول ما عملت التركيبه دي كان في راجل يعني من اهل الله اللي عمل قال لي طب ممكن اخد التركيبه ده وتركب لي وتديني كل شهر 1000 كيس. فبدي له كل شهر 1000 كيس. وصل كان بياخد في كل شهر 2000 كيس يوزعهم على الناس. ليه بقى؟ لانه استخدمها فلما استخدمها لقي بلسم في رجليه. الحرقان اللي موجود ده كله انتهى. نعم. طيب في ناحيه ثانيه عايزين نقولها. لابد ان احنا نقولها هنا. وهي بقى ايه الحاجات اللي عندنا احنا هنا بالظبط من الممكن نتهم بيها. نتهم بيها. احنا دايما مثلا عاملين حاجه زي ال فان كلير ده على اعتبار ان يشيل خشونه. طب ده بيشيل الخشونه وينفع للقدم ايضا لو حاسس ان رجليه فيها نوع من انواع البلاطه من المفصل من المفاصل هو اساسا سبيسيفيكالي على الركبه. أيوة. انما اي تعب في مفصل من مفاصل الجسم من الممكن تحطه ليه؟ لان هو فيه اساسا انتي انفلاماتوري يعني حاجه مضاده للالتهاب. نعم. يعني ممكن على الظهر ممكن على الركبه بس بلسم في الركبه قوي. طيب ليه؟ لان احنا قلنا ان احنا مكونين سائل الركبه واحنا اتكلمنا عن سائل الركبه كذا مره يا استاذ عمر. أيوة. وقلنا ان سائل الركبه ده الفيسكوزيتي بتاعته او اللزوجه بتاعته محدش قادر يحكيها في الدنيا. تمام. ولما جم يحكوها حتى زيت الكورونا بتاعت العربيه ما قدروش يحكوها. زيت الركبه اللزوجه بتاعت سائل الركبه يزيد عن زيت الكورونا 5 مرات. 5 اضعاف. نعم. 5 اضعاف. و5 اضعاف دي مبلغ مش قليل. ولذلك انت لما تشوف السائل ده وده فان كلير زي ما احنا شايفين العبوه بتاعته الجديده والعلامه المائيه وايضا كلها تخضع لشركه رودي وسلمى وده بيشيل الخشونه الى ابعد الحدود. وعلى فكره في ناحيه لو انت تيجي تجربه مع مثلا الجوينت فري بتاع امريكا عارف البرطمان بكام؟ البرطمان فيه بحوالي 450 ريال ماشي؟ في مصر هنا بحوالي 600 جنيه البرطمان بتاخد كبسوله 3 مرات. وفي ناس يروح يشتروه وبعد ما يشتروه ياخد كبسوله 2 معدته توجعه. طب هنا الكبسوله اللي بياخدها من جوينت فري اللي حضرتك قلته اللي هو الامريكي ده بياخده لمده قد ايه ولا على طول؟ لا 3 شهور. 3 شهور. طب بيحدث نتيجه بعد 3 شهور؟ ال3 شهور دي يعني اذا كانت الخشونه اذا كان في برايمري اوستو ارثرايتس اللي هو التهاب مفصلي عظمي اولي تنفع. لو وصل الالتهاب المفصلي العظمي الى الالتهاب ثانوي ما تنفعش. تمام. هنا طيب نيجي الفان كلير هل ينفع في الالتهاب المفصلي العظمي الثانوي يعني اللي بقي من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه؟ ينفع. ليه بقى؟ بمجرد ما بتحطه انت وتسيب الركبه يعني عريانه هو بيمتص سريعا جدا. بعد ما يمتص بيخش يزود اللوبريكيشن عمليه التزييت. في الوقت نفسه بيخلي الغضروف لان تحت كده في غضروف، الغضروف زي القرقوشه اللي احنا بنتكلم عنها. الغضروف ده لو حصل فيه جرح او حصل فيه بلورات بيبقى صعب جدا، يبقى تمزق. اي تمزق في الغضروف يبقى في منتهى البتاع. وعايز اقول حاجه. عارف الصلاه وانت بتيجي من القيام للركوع احنا بنركع زي الستات ما بيركعوا، يعني الستات دايما لما يوطوا ما يوطوش بظهره يوطوا بايه؟ بركب. هو ده. نعم. عشان كده الصلاه السجود لله دايما تمرير الركبه مهم جدا. حتى اللي ما بيقدرش يصلي وهو قائم نقول له طب جرب مره كده. جرب مره انك انت ايه؟ تسجد لله سبحانه وتعالى
يعني في ركعه اتنين، ولو تعبت تقعد. العمليه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتمرن الركبه الى ابعد الحدود. كل ده اللي احنا اتكلمناه عن منتج فان كلير اللي حضرتك عامله تحت بس بص بقى، في حته ثانيه مهمه قوي لازم نقولها، وهي ان دائما الاملاح اللي موجوده دي بتعمل مشكله كبيره جدا، بتخلي الجسم يحتفظ بالميه. طيب ده حقيقي؟ طيب الجسم لما يحتفظ بالميه، تلقى دائما الاحتفاظ بالميه تخلي الجسم فيه زياده في الوزن، زياده كبيره جدا، وتخلي دايما الكبد يميل الى الكبد الدهني. طيب بص يا استاذ عمر، احنا يعني عملنا مثلا اعشاب تاخدها قبل الغداء تسد النفس، واعشاب تاخدها بعد الاكل تشيل لك الكبد الدهني. طيب الاثنين مع بعضيهم بيعملوا دول افكت، ممكن مثلا في الشهر يعملوا 7 خم من تل... من من 3 سنتي ل 7 سنتي عند بعض الناس. نعم. محيط الكرش. طيب عايز اشيل الكلام ده انا تاني كمان واحسن قوام، عملت الكريم المهم جدا اللي بيداوم هذا الكلام اللي اسمه يا سيدي بيشيل السليوليت. نعم، اللي بيشيل السليوليت في الوقت نفسه هو بنتريت ثروس سهل الاختراق، وبعدين بيداوم الدهون ويرجعها لي الى اصولها، وهي ايه؟ الجليسرين وثلاثه حامض دهني ولذلك تشرب ميه وتمشي كتير بعدها، او تشرب ميه وتعمل حزام هزاز يهز الوسط. المنتج بتاعنا اللي حضرتك هتتكلم اللي عنه هو اساسا اللي اسمه بيرفكت. بيرفكت. طيب هنا بيرفكت كريم كيفيه وضعه او كيفيه التعامل معه؟ احنا بندهنه على الكرش. تمام. او المنطقه الكرش فقط ام الكرش والارضاف؟ الكرش يعني والارضاف زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله، وفي الوقت نفسه المناطق اللي فيها سيلوليت او الستريتش مارك، لسبب لانه بيدوب الدهون. وعلى فكره قبل البيرفكت ده كان عمليه ازاله السيلوليت بالذات ولا الستريتش مارك عمليه صعبه جدا، دلوقتي بقت سهله جدا جدا. ليه؟ لانه زي ما انا قلت انه بينفذ ويدوب الدهون ويدوبها الى جليسرين وثلاثه حامض ايه؟ حامض دهني. يعني طيب المركب. خليني اتكلم برضو واقول ان احنا برضو معانا من ضمن المنتجات مودي كريم. مودي كريم هنا بيشتغل او بيستخدم خصوصا ان انت دايما بتراعي حته ان يكون في حاجه زي اللافندر او الرائحه الجميله اللي تعمل نوع انواع تهدئه النفس. استاذ عمر دايما انت لما تحط اي حاجه ولها رائحه طيبه، السبب لان سيدنا رسول الله كان يحب الطيب. نعم. وعلى فكره دائما يعني يجب الناس يشموا منك رائحه طيبه. نعم. لابد هكذا وصلنا. واهو قال خذ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. وبعدين حتى سيدنا رسول الله لما كان يذهب او يكون في سفر ويرجع بيبعت حد ان سيدنا رسول الله وصل وروح المسجد اولا. نعم. حتى يستعدوا اهل البيت لاستقباله. نعم. مش كده ولا ايه؟ وعشان كده المودي كريم ده عباره عن ايه بقى؟ دي دايما بص يا استاذ عمر، في عدد احنا شايفين العبوه دلوقتي، عدد كبير جدا من السيدات اسمهم مودي كريم او مودي كريم، عدد كبير جدا من السيدات اثناء الدوره الشهريه يحصل منهم حبوب في الوش. ده اكيد. وفي حب الشباب وفي اثار حب الشباب، هو معمول بحيث انه يزيل اثار حب الشباب ويشيل ايه؟ ويشيل ويمنع حب الشباب اللي موجود. ولذلك بقول ان الستات اللي هم عندهم حبوب في وشهم قبل ما يستخدموا كريم الاساس يحطوا الايه؟ المود كريم. طيب. وهو انتيسيبتيك زي ما قلنا، يعني مضاد العفونه، يعني بيشيل الايه؟ البكتيريا والفطريات والايه؟ والفيروسات. بي ليه دي حضرتك عملته ماسك وعملته كريم؟ هو السبب لان انا لما اعمله كريم صنفره اللي هو فيه الحبوب الصغيره دي وتدعك بيه الوش فبيصنفر، الصنفره دي بتزود كميه الكولاجين اللي موجوده. بعد كده انا عايز اسد المسامه اللي انا وسعتها فلازم استخدم الماسك. عشان كده بي ليدي كان في نوع، والبي ليدي دلوقتي قدامنا شكله بالظبط اللي هو كان عباره عن صنفره للوجه، كريم صنفره للوجه وايه؟ وماسك. بص يا استاذ عمر، من الحاجات اللي انا بعتز بيها قوي الفيرمو كريم. ليه بقى؟ الفيرمو كريم ده في حاجة خطيرة جدا، في كميات من الزيوت الطبيعية وعشبة من الأعشاب اللي بتنفذ داخل الأمور وتزود لك الإلونجيشن بتاع الخلايا، تطويل الخلايا وتزود الووتر كونتنت. وعلى فكرة الفيرمو كريم دي دايما الإنسان اللي عنده أملاح وكميات كبيرة جدا لو استخدمه ينفع قوي، لانه بيزود الوتر كونتنت هنا فبيمص المايه من اماكن المايه اللي موجوده فيه. فلذلك يقول ستات تلاقي الحته دي داخله. بص يا استاذ عمر، في ناحيه من النواحي اللي بره اللي اخترعوا الفيلرز اللي هي اللي بتتحقن والبوتكس اللي بيتحقن،
قال لك لو حقنت مرة هتبقى عبد بعد كده، ده حقيقي. كل 6 شهور 9 شهور ماكسيمم هتروح تحقن والامور تزداد الطين بله. فعشان كده احنا عملنا نفس الكلام ده اللي هو موجود البوتكس والفيلرز اللي موجودة، بالاضافة الى زيوت معينة، بالزيوت المعينة بحيث ان لما تخش جوه تزود لك طول الخلية، في الوقت نفسه تزود الووتر كونتنت، فبالتالي تعمل عملية التنفيخ. برضو انت حضرتك سألتني كذا مرة هل ذا الكلام ده هل مؤقت ولا مستديم؟ بالظبط. قلت لك لا يا استاذ عمر، طالما ان الانسان ما حصلوش قيء واسهال وحصل له ديهايدريشن يعني جفاف، الكلام يبقى ايه؟ يبقى مستديم. يبقى عشان كده الفيرموكريم من الحاجات احنا حاطين عليها علامة صح جامدة جدا كده، هي علامة الصح. ليه؟ لان هو بص بقى بيخلي الدائرة، يخلي الدائرة دي تيت، الدائرة دي خش في الدائرة دي ويزودها، بيخترق الدائرة، يخترق الدائرة دي ويزودها. فهو معمول الحتة دي معناها ليها معنى في التصميم. علامة الصح بيخليك الدائرة الضيقة يبتدي يفتحها ويوسعها. نعم. يبقى معنى ذلك دخل الدائرة كميات منين؟ من المية. ولما دخل كميات من المية ابتدى يعمل الانجيشن. طب هل ده بيرمننت ولا تمبراري؟ لا، بيرمننت، مستديم. مستديم. تمام. طيب لو احنا اتكلمنا عن ميلانو. والله يا استاذ عمر انا شخصيا من الحاجات اللي انا كنت دايما بخاف منها قوي عملية تبييض الجلد، وخاصة استخدام مركبات الكيميائية الهيدروكينون، وخاصة الهيدروكينون من المشكلة من المشاكل الكبيرة جدا اللي من الممكن يؤدي الى بهاء، لانه بيعمل تثبيط في تكوين صبغة الميلانين. لكن عشان كده لما استخدمنا احنا الميلانو استخدمنا الكوجيك اسيد، احدث صيحة موجودة في العالم في التبييض، وهم بيحطوا عليها كورتيزون بره، انا ما حطيناش كورتيزون، حتى حطينا عفوا حطينا مستخلصات الاسوس على اعتبار الاسوس في كميات كبيره جدا منين؟ من الكورتيزون الطبيعي بتاع ربنا، وعشان كده بيبيض. انا قلت لك درجه 2 3، وخاصه السيدات او الرجاله اللي تلقى اللون الخارجي خلاف اللون الداخلي، اول حاجه يوصلك للون الداخلي يعني يخلي خارجي زي داخلي، يخلي الامور ميه واحده يعني. نعم. ماشي. بعد ما يخلي الامور ميه واحده نبدا بقى احنا طمعانين نعمل ايه؟ نعمل درجه واثنين وثلاثه درجة من الطبيب. انما عشان نجيب ناس صمرة او قمحوية ونوصلهم الى بياض الشوام، طبعا قضي الامر الذي فيه تستفتيان، محدش يقدر يعمل كده الا الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. لو احنا اتكلمنا عن زي ما حضرتك دايما بتوصف لنا ان احنا بنعمل تكامل طبيعي او اندماج من الطبيعة للانسان اللي بدأ يستعمل الكيميائيات او بتحيطه العواقب والكميات من جميع الاتجاهات، خلينا نتكلم عن رابي دارك والصبغه اللي حضرتك يعني نزلتها السوق جديد. اي بص يا استاذ عمر، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا في الصبغه دي. يعني اول واحد مثلا يستخدم الصبغه دي شامبو. أي. لو استخدمت الشامبو دي النهارده مثلا هيصبغ لك حوالي 50% من الشعر. أي. او درجه الصبغه توصل 50%. لو استخدمته تاني يوم يديك ال 50% الثانيه. تمام. بعد كده خد كل اسبوع استخدمه مره. خلاص سيبت اللون. تمام. يبقى اذا انا عايز اقول حاجه، التطبيق الاولاني ان انا بحط الميه وبعدين بحط الشامبو وبعدين بدعك الشامبو واسيبه لمده 10 دقائق. وانا بقلبه في الشعر عشان يتقلب في الشعر. ده بيديك تقريبا 50% من اللون. ثاني يوم لو استخدمته مره ثانيه يديني ال 50% الثانيه. خلاص؟ اقعد بعد كده كل 10 ايام او اسبوع استخدم عشان كده الابوه اللي موجوده هنا ممكن تكف الراجل 6 شهور انما تكف المراه 3 شهور. نعم. لان عشان كده في اختلاف يعني في علاقه. انا تكفيني طبعا كتير. انت حضرتك العمر كله. طيب لو احنا اتكلمنا على زي ما اتكلمنا على رابي دارك وحضرتك اتكلمت على اللونين الموجودين واتكلمنا ان هو 4 في 1، عايزين برضو نتكلم على زيت سلطانه وشامبو سلطانه، هل ينفع نستخدم الاثنين مع بعض ولا لا؟ ودايما بقولها في كل حلقه علشان نعرف بس اللي بيشوفنا لاول مره يبقى عارف كويس قوي ده ممكن يستخدم مع ده ازاي. هو ميزه الرابي دارك يا استاذ عمر قبل ما نتكلم عن سلطانه، في ميزه الرابي دارك حاجه مهمه جدا، تعرف ايه بقى؟ ايوه. ان احنا عاملين 4 في 1، شامبو وصبغه ادي نمره 2، وزيت وبلسم، واحنا شايفين دلوقتي زيت سلطانه وشامبو سلطانه. تمام. لما نيجي بقى بعد كده نقول ايه بقى، احنا دايما بنقول يا جماعه لو استخدمتوا شامبو استخدموا الشامبو الطبيعي. ف
فادي الشامبو الطبيعي بتاعنا اللي هو شامبو سلطان. كان في مشكله كبيره جدا، مثلا انت عندك بنت صغيره سنها مثلا ابتداء من سنتين لفوق لحد ما توصل لتسع عشر سنين، الاسكال او فروه الراس بتبقى حساسه عند الاطفال الصغيرين، فاحيانا كتير جدا الام عايزه بنتها ولا ابنها يبقى اي شعره الخيلي والجميل والكلام اللي زي ده. فكان استخدام الزيوت المركزه الطبيعيه العاليه بيضر الاطفال دول حتى ولو كانت طبيعيه. فعشان كده احنا عملنا زيت سلطاني ينفع قوي 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 في الايه في الاطفال. بالنسبه للكبار ما حدش يقدر يقول انه ما ينفعش، بس لما عايز اجريسيفلي يعني عايز مثلا ثلاث مرات في الاسبوع انك تعمل حمام زيت، وبعد ما تعمل حمام زيت تسيبه لمده طويله شويه يعني انساع الشعر، قول انساه مثلا اربع ساعات ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في الاسبوع. ماشي يا فندم؟ تمام. طيب بعد كده هو طبعا لما تيجي تغسل تغسل بايه؟ بالشامبو الطبيعي. تمام. طيب انما استخدام دول مع صبغه الشعر لازم ما يبقاش متزامن. يعني مش متزامن؟ يعني وانسى انا صبغت الشعر بالشامبو، ما انا غسلته وصبغت. نعم. خلاص؟ تمام. طيب يبقى بعد كده قلت كل اسبوع هنستخدم الرابي دارك. طيب بعد كده بنستخدم الرابي دارك في خلال الاسبوع ده بستحمى مثلا يوميا، يبقى بستخدم شامبو السلطان. طيب لو احنا اتكلمنا على بيرفكت، يمكن برضه عشان لو كثير من المشاهدين ما يعرفش المنتج بيرفكت بيستخدم في ايه وازاي نستخدمه. هو بيرفكت يا استاذ عمر احنا قلنا احنا انتجنا قبل كده كذا حاجه خاصه بعمليه بعمليه ازاله الدهون. نعم. وازاله التخسيس الموضعي، عشان كده اللي عايزين يخسوا تعرف احنا بنعمل ايه؟ يعني دايما مثلا تاخد اعشاب قبل الاكل. نعم. الاعشاب اللي قبل الاكل بتعمل ايه؟ بتشغل مراكز الشبع في المخ وبتسد النفس، بتخلي الانسان ينقي من الاكل. تمام. بعد كده باخد كف ثلاثه بعد الاكل، كف ثلاثه بعد الاكل يدوب لي الدهون اللي موجوده في الكبد. يبقى طيب يبقى دي خسست كميه الاكل اللي انا باخدها الاعشاب اللي قبليه. لكن انا عايز الدهون اللي تحت الجلد، الدهون اللي مترسبه تحت الجلد ازاي اشيلها؟ لا الدهون الثلاثيه. لا مش الدهون اللي تحت الجلد، ممكن تبقى عدد كبير جدا من الدهون. الدهون دي عباره عن النفايات اللي الجسم بيطردها. يعني مثلا اديك مثال، كل زياده في السكريات بناكلها وزياده في البروتين بناكلها بتتحول الى دهن وتتحول الى نفايات الجسم يوديها تحت الجلد. اللي تحت الجلد اكثر منطقه بتتركز فيها الدهون تحت الجلد في منطقه البطن. لانها منطقه الحركه فيها قليله جدا. واخد بالك؟ فعشان كده دايما نقول احنا عايزين نعمل تحسين للقوام. تحسين القوام، معلش بيطلع ناس كثيره جدا يقول لك اجهزه ومش اجهزه وهيصه. انا هقول لك حاجه، استخدم بيرفكت وهات لي حزام هزاز بعد ما تتهم بيه، اشرب لي اربع كوبايات ميه وهات حزام هزاز شغله نص ساعه وانت عندك المنظوره، خليك انت القاضي والحكم. نعم. يعني خليك انت القاضي. طب انا هيحس يعني في خلال فتره قد ايه يحس يعني بمجرد ما بيستخدم البيرفكت مرتين ويقيس بالمنظوره يلقى مثلا 2 سم قال له يبتدي يتحمس. طب لو احنا قلنا خلال اسبوع او 10 ايام ممكن يوصل لو بيستخدمه يوميا طبيعي. في خلال ما يخلص العلبه دي ممكن يوصل ل 7 سم. كلمه 7 سم دي مش نزهه في ليله مخمره، ده حاجه كبيره جدا. لا تكون تخيل وسطك يقل 7 سم يعني ايه؟ يعني معنى ذلك اللي كان بيلبس مقاس 62 يبتدي يلبس 50. عمليه مش قليله. مش كده ولا ايه؟ طيب وفي الوقت نفسه يبان سمارت. ما هي المشكله كلها مشكله ايه؟ مشكله الكرش والارداف. دايما مشكله الكرش والارداف هي المشكله الكبيره جدا. وعلى فكره دايما الدهون لما تتكون والكرش يتكون، تعرف يا استاذ عمر بيحصل ايه؟ احنا حجم المعده بتاعتنا كام؟ قلنا كام؟ بنشوفك حافظ ولا مش حافظ؟ 1500 سنتي. 1500 سنتي. طيب اللي معدته قدامه بتتحول ل 750 7500 سنتي. نعم. سبع اضعاف. قصدي خمس اضعاف. خمس اضعاف. ولا وممكن توصل لاكثر من كده. ممكن توصل لسبع اضعاف. ده رقم يعني كبير. اضرب 7 في 5 ب 35 يعني 10 ونص. في ناس وجدوا ان حجم المعده تحول الى 10 لتر ونص. نعم. 10 لتر ونص لما ياكل الثلث يبقى 3 لتر. ايوه. يعني معناها عايز 3 كيلو في الاكله الواحده. طبيعي.
وده رقم يعني. اه طبعا ده رقم. ده حقيقي. فعشان كده البيرفكت من الحاجات المهمة جدا جدا لإزالة الدهون وتحسين القوام. أنا مش مهم إنه يخس، في ناس كتير جدا مش عايزة تخس، إنما عايزة تحسن القوام. نعم. بس عايز أقول حاجة في منتهى الأهمية يا أستاذ عمر، عاد كل المصريين أو كل العرب دلوقتي عشان إحنا حبسي السيارات عندنا كبد دهني، وأقول لك مظاهر الكبد الدهني. بعد ما ياكل عايز واحد ياخده يوديه للسرير. تمام. نمرة اتنين، بعد ما ياكل تلقى الأكل بدل ما يتهضم في 3 ساعات يتهضم في 6 ساعات، تكون كميات كبيرة من الغازات. كل اللي عنده بيشكو من القولون هو عنده كبد دهني. فالأكل بدل ما يتهضم في 3 ساعات بيتهضم في 6 ساعات، فيتخمر ويعمل غازات. يعني كل القولون لازم يصاحبه كبد دهني. نعم. وعشان كده لابد من إزالة الكبد الدهني. قلنا وسيلة من إزالته. وعلى فكرة برضه شركة يعني احنا دايما بنجيب زيت زيتون. ما حصلش. نعم. مفيش، ما تقوليش في أي حتة موجود. طيب. ليه بقى؟ طب أنا أعرف زيت الزيتون الكويس منين يا دكتور؟ يعني أنا بشوف 100 نوع و100 رقم و100 ساعة. بص يا عمر، دايما أندريا ويل عالم التغذية الأمريكي قال لك استخدم حاسة الشم حاسة التذوق. بس كثير من المشاهدين مش خبير يعني ليس. هقول لك ازاي. لو لقيت فيه ريحة لزيت الزيتون يبقى مش كويس. زناخة يعني. لا ولا اي ريحة، حتى ريحة الزيتون نفسه. اي ريحة. ريحة الزيتون نفسه لو لقيتها فيه يبقى مش كويس. طب اعرف ازاي ان هو كويس يعني. انا اقول لحضرتك حاجة. اقول لحضرتك حاجة. انا هجيب ازازة من زيت الزيتون بتاعنا. يا ريت نوريه برضو للمشاهدين. ايوه. لا وبعدين حضرتك تعمل ازاي تذوقه. يعني اي واحد واحنا بنقول معناه زيت الزيتون على الريق، لو خدتها على الريق ايه ده طعمه جميل جدا، مفيش اي ريحه، مفيش اي نوع من انواع الطعم. يعني الطعم اللي هو المراره مفيش مراره فيه. وده احنا قلنا قبل كده استاذ عمر، على فكره انت كنت قاعد في مره معانا وعطينا، وكنت حضرتك بتقدمني وكلام زي كده اهو، وبتناقشني، وقعدنا 3 ساعات نتكلم عن زيت الزيتون في 3 حلقات وفوائد زيت الزيتون. وفوائد زيت الزيتون. فعشان كده احنا بنقول بنوفره في الورود السلمة ان شاء الله. احنا كمان عايزين نقول كمان فوائده، من ضمن فوائده وتعرف ايه مشكلته، بيعمل نوع من انواع التظبيط. مشكلته انا والله حضرتك مشكلته ان احنا بنتكلف فيه كتير. يعني ثمنه، انا اديك مثال صغير، لما تاخد زيت زيتون احسن من اي زيت زيتون موجود في الدنيا وتدوق بالطعم والرائحه بتاعه، واخد بالك؟ فمشكلته انه غالي. مشكلته انه عندنا غالي. انه بيتكلف كده ليه؟ لانك احنا بنعمل له عمليه فلتره، واخد بال حضرتك، وبنعصره على البارد. يعني ايه عصر على البارد؟ يعني على درجه 4 درجة مئوية، ودي ما بتتمش. يعني هيقول لي مش عارف انا جابه من الواحات ولا جابه من فلسطين ولا جابه من كتير من الناس بيقولوا كده. لا ده بيتعصر كراشنج، والكراشنج بتدرج الحراره بترتفع. كراشنج يعني عمليه ايه؟ سحب الطحن. وعمليه الطحن دي بترفع درجه الحراره درجه كبيره جدا، ولو درجه الحراره زادت فوق ال 20 يبقى خلاص زيت الزيتون متحملش ايه؟ متحملش حراره. طيب لون زيت الزيتون الطبيعي هل هو فاتح ام غامق؟ لا اللون، اللون الاصفر المائل للخضره المشوب بالخضره. الاصفر المشوب بالخضره بس. وعلى فكره بيتوقف على المرحله اللي انت عصرت فيها ثمره الزيتون. يعني الثمره لو ضاضجه بيديك ايه؟ اللون الاخضر شويه، اللون الاصفر شويه. لو الثمره لسه مش ناضجه يديك اللون الاخضر شويه، انما هو اساسا اللون الطبيعي الاصفر المشوب بالخضره، ولازم يبقى اكسترا فيرجن. يعني ايه اكسترا فيرجن؟ يعني العصره الاولى البكر. زيت البكر العصره الاولى المعصور على البارد. نعم. خلاص يا فندم، خليني برضو اتكلم في حضرتك، اتكلمت في موضوع جميل جدا. يبقى اذا خلال الفتره القادمه هيبقى متوفر زيت الزيتون في شركه رودي وسلمى تحت اشراف حضرتك علميا باذن الله. خلينا نقول كلام من حضرتك او نصيحه من حضرتك لكل المشاهدين. بس قبل النصيحه حابب برضو تنوه على اللي بداناه في بدايه الحلقه على محمد ابراهيم الفارع. والله اللي بيدعي ان حضرتك، والله العظيم بيقولوا له مش معقول يا جماعه. صح، لو قلت لحضرتك مش معقول فمفيش فايده. يعني نبدو ان الانسان، وعلى فكره انا قلت للراجل اللي عنده التوكيل عندي من هناك انه هيقضيه. نعم. بس احنا بننبه يا جماعه، مفيش حد، ده في راجل بقى اتصل بيا هو واخد منه حاجات ب 750 ريال من الكلام ده من شهر. قلت له يا عم ماليش دعوه بيه. قال لا حول ولا قوه الا بالله. قلت له يا عم روح ردها له. فده كلام في منتهى الخطوره، احنا عمالين ننبه. وبعدين بلغت الامور انه يستخدم صورتي.
طيب انا ان شاء هطلع الله. واحنا بحر كمان شايفين ان الوكيل الحصري في المملكه العربيه السعوديه هو مؤسس مؤسس دورة دوره الافنان الافنان فقط لا غير، ما فيش اي حد تاني غير. ان شاء الله. تمام. نصيحة من حضرتك لكل مشاهديك يعملوا ايه، خصوصا احنا في فصل الخريف وتقلبات الجو والدخول على الشتاء، نعمل ايه؟ والله يا استاذ عمر في منتهى الامانه انك انت لابد انك تشيل الكبد الدهني، نمرة واحد. نمرة اتنين لابد انك تشيل كمية الدهون اللي موجودة على الوسط، واحنا عملنا كريم بيرفكت. لو في خشونة موجودة فرصة كبيرة جدا انك انت عندك الفان كلير تشيلها. لو عايز تنفخ الوش وتشيل وتعمل عملية تنفيخ عندك الفيرمو في منتهى الجمال، حاجات طبيعية جدا جدا وكأنك بتحقن، والنتيجة بتظهر بتاعته في خلال اسبوع. تمام. كمان عايز اقول ان احنا يعني برضو هنستعرض ما بدأناه في هذه الحلقة، وعايز مخرجنا برضو يعيد تاني الحاجة اللي كان نشرها محمد ابراهيم الفارع في المملكة العربية السعودية، علشان نعرف الشكل والاطار اللي كان عامل المنتجات فيه، وايضا صورة الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد، عشان يدي ثقة لاهل المملكة العربية السعودية اللي بيكنوا كل الحب والاحترام للبروفيسور العالم الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد. ولكن انا عايز اقول ان مش ده يعني ما نوصلش بالكذب والتدليس للفترة دي او للدرجة دي مع اهالينا واقاربنا، واحنا في نفس الوقت يعني نبغي عرض زائل وهو المال والمكسب، وهذا ليس بمكسب بل بالعكس هو نقدر نقول هو نقمة على صاحبه. نسأل الله ان يعافيه ان شاء الله باذن الله، ويعافينا جميعا باذن الله تعالى. عايز في نهاية الحلقة لا يسعني الا اشكر ضيفي الكريم بروفيسور العالم استاذ دكتور عبد الباسط السيد، استاذ تحليل طب المركز القومي للبحوث وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه واستاذ الطب التكميلي بمصر، بشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وبنقول ارقام تليفونات شركه رودي وسلمى موجوده دايما معانا على الشاشه عشان اي حد حابب ان هو يتواصل. ومن اهل المملكه العربيه السعوديه دره الافنان، هي مؤسسه دره الافنان هي الوكيل الحصري لشركه رودي وسلمى والبروفيسور العالم الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد، نقدر نحن نتعامل معاهم. وايضا في الاردن رقم الاردن كان بيظهر دلوقتي. في النهايه لسعنا اشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.